te quiero mucho. ميرسي. دورة أنا مبسوطة جدا 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 أنني حاضرة في فيستيفال مراكش دورة 18. وصراحة أنا غايبة على المهرجان هذه 6 ans وحيت بغيتي مغربية قحة أنا ضرب معك في الطنجاوية ما غتفهم والو حيت انا الناس كامل ما كتعرفنيش منين لان الهضره ديالي ماشي طنجاويه وهذه اول مره غنهضر بالطنجاويه الله يبارك فيك انا فرحانه انني موجوده معاكم هاد الدوره ديال 18 ديال الفستيفال ديال مراكش وبعد من بعد ما رجعت من ليجيبت سعيدين جدا بالمشاركه في مهرجان الدولي للفيلم في مراكش في يعني هذه الطبعه الجميله والمميزه وكان الافتتاح يليق في هذا في هذه المملكه طبعا ونشكر هذه القناه عبر يعني مشاهدينها ونتمنى ان شاء الله التوفيق في هذا المهرجان والختام يكون افضل طبعا مشاركتي هي الاولى كضيف شرف لكن ان شاء الله مره اخرى اكون اعمق من ذلك واكبر من الكويت ان شاء الله. انا ناقد فني من دولة الكويت جامعة الكويت وان شاء الله باذن الله نلتقيكم ونشكر الملك محمد السادس على هذه الاستضافة وشعب المغربي وخاصة مراكش. انا توني افتتاح واعتقد انها راح تكون اجمل لاني انا موجود وموجودين الضيوف ان شاء الله الكرام باذن الله شكرا. لما بلا عرضه ونجي لابسه تكشيط كون جيت كل ما كنتش معروضه كنت جيت لابسه سروال تاع الدجين ناويه على خزيت بالعكس لا شرف كبير لي انني نحضر وكان واحد الاستقبال جميل من الناس اللي عرضوني ولا من الناس اللي استقبلوني فانا جيت فرحانه ماشي حين حضرت المهرجان أنا فرحانة بهذا المستوى الفني المغربي اللي وصل ليه وفرحانة لتتويج الفنانات الكبار بحال منى فتو بحال راوية بحال المرحومة أمينة رشيد العمالقة ديال هذا المهرجان كيبين بأن كاينين فنانة مغاربة مستوى عالي وكبير ويستاهلوا التكريم ايوا حستيني فضحوني وفي الحقيقه شيء جميل اي فنان انه كيتمنى انه يكون في هذا المستوى ديال انه يشارك الفنانه واش نقول لك التشكيله الفنيه لاعب الكره انا دابا ايوا واش قلت لك يعني كل فنان انه يتمنى يكون مشارك الفنانه المغاربه ويدوز الطابي غوج ويكون لابس وانيق ويفرحوا به الصحفيين ويهضروا عليه ويعيطوا عليه من اتساع سعاد تتعيط عليه سعاد بحال واقفه معك في راس الدرب هذه اولا انا لبستها وغنيت بها في الاذاعه الاولى في واحد السهره مع السي محمد الغاوي نعم لا لا ندخل شوف سعاد عندها واحد الليفينغ فيه بلا عدد بلا ما نحسب لك الكساوي ديالها كلهم تتشريهم سعاد قفاطين ديالها كلهم سعاد تتخيطهم وتتخيطهم عند دي كوتوريير اللي كي سون تري ترو بيان بلاسي شوف اول هاد طابي غوج عشتو دي زاني في اوروبا هي في فيستيفال ديال كان وانا كنت خدام ورا لي في الفيستيفال وكنت دائما تنتمنى ندوز طابي غوج ما عمر حس ليا الشرف ندوز فيه في اوروبا واول مره تندوز انا ومراتي في طابي غوج في مراكش ما نقولش لك الانسان كيفاش تيحس القلب ديالو تيضرب والصحافه طابي
ولي كاميرا في البلاد يعني مراكش. يعني هذا نهار كي فا غيستي انوبليابل. انت كدوي هذا كيخنزر فيا واش كتسني شي حاجه؟ لا انت حتى 500 درهم يهضروا على الناس ياك عاقل؟ صيفط لي عربون.